اولا باسمي وباسم المكتب المسير للنادي اود ان اتقدم بالشكر الجزيل الى رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للفروسيه على الدعم اللي كيسندوا لينا، وكذلك اود ان اشكر رجال السلطات المحليه الذين ما بخلوا عنا بشيء في التظاهر هذه، قدموا لنا الدعم الكافي، وكذلك كنشكروا المنخرطين والداعمين واللي دعمونا في هذا التنظيم هذا ديال التظاهره، ووسائل اتصال اللي جاوا بكثافه وقاموا بتغطيه كافيه الحمد لله لهذه التظاهره هذه اللي كنتمناو تكون اول تظاهره ناجحه باذن الله للنادي، والمستقبل ان شاء الله غادي يكون احسن. وبهذا ان شاء الله نتمنى ان نشوفكم في التظاهرات المقبله ان شاء الله، وتكون تلقاو النادي ان شاء الله في صوره المع وفي بريق جديد ان شاء الله. عندنا واحد التظاهره من فئه يونيتوال نجمه واحده على مدار يومين السبت والاحد، هي بالاخص بالنسبه للفئه الصغرى ديال المشاركين سورتو لي بوني، وعندنا واحد المباراه ديال ان متر بالنسبه للمبتدئين في الفروسيه. دونك هاد التظاهره هادي كتمتاز بان بمكتب جديد اللي يلاه تنتخب هادي واحد تقريبا واحد الشهر بجمع عام. هذا المكتب هذا كيمتاز بانه مكتب ديناميك، وتبارك الله بانت الصوره ديالو في هذا ليفينمون، يعني بانوا لنا حوايج جداد من مستشهرين من لي زاكتيفيتي، من يعني هذا كي ان بلوس بور لا فيل اي بور لو سكان ديال مدينه المحمديه. احنا اليوم عندنا مباراه القفز على الحواجز اون اتوال، دازو دي زيبروف هاد الصباح هذا ديال بوني ا بي اي سي، وهاد المساء عندنا ايبروف 70-80 و 1 متر. نادي المهماز الفضي هو النادي اللي كيعرف اليوم انتعاشه، الفرسان اللي كيشاركوا في المسابقات في مستوى عالي، والمدرسة ديال الفروسية ديال النادي كتحتضن أطفال وشباب. اليوم كيوافق انطلاق اول يوم من المسابقه الوطنيه من فئه نجمه واحده اللي كينظمها النادي المهماز الفضي اليوم. نقدر نقولوا ان هذه المسابقه اليوم هي بالنسبه للمعيار ديال المشاركه هي مسابقه ناجحه، لان كتعرف مشاركه تقريبا ما يزيد عن 100 فارس وفارسه على الصعيد الوطني. الحمد لله الاجواء ممتازه، والحمد لله اليوم ربي كرمنا بهذا الامطار الخير اللي نتمنوا تكون فعل خير على جميع المتسابقين والمتسابقات وعلى الامه والشعب المغربي ان شاء الله. جي aujourd'hui j'ai participé avec mon poney Brahms du Carrefour dans l'épreuve poney C2. J'ai réalisé une belle première place. Il y avait de bons cavaliers, des bons poneys. Je remercie le club les Éperons d'argent d'avoir bien organisé ce concours. On s'est bien entraîné, moi et mon coach Rachid Arab. On a mis tout ce qu'il fallait pour faire un sans faute aujourd'hui. J'ai 21 ans ou كنشكر كاع الطاقم ديال هاد الكلوب هذا، سيتي تري انتريسون، وكنتمنوا نرجعوا مره واحده اخرى وبهاد الامبيونس هادي. السلام عليكم. الحمد لله توفقنا في الدوزيام كونكور ديالي في الكلوب نيت ديالي في ليبروف 70-80، والحمد لله كنا في المستوى، وتقريبا الفضل كيرجع الله اول حاجه، وكيرجع المونيتور ديالي الكوتش با خالد، وكانت المنافسه جد قويه من حيث لي كلوب دكازا كاينين بزاف وكلهم شاركوا في انيطوال، والحمد لله على كل حال دوزنا اليوم وان شاء الله غدا يكون احسن. ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ناتا نيوز.